حضرتك؟ حضرتك الشيخ محمد حسين عياد، إمام الخطيب مطبع قناة السويس الجديدة. حضرتك هنا إمام القناة الجديدة من أول ما بدأت يا فندم؟ من أول ما بدأت، من أول ما بدأت. بدأت بالظبط يوم 28/8. حضرت فيها يا فندم أول خطبة في أول خطبة كانت لوزير الأوقاف، كنت حاضر، ومنها تم تكليفي باستكمال خطب الجمعة هنا في الموقع. دلالة وجود حضرتك في القناة الجديدة منذ بدايتها شايفه إزاي يا فندم؟ أنا شايف إن هي دلالة معنوية أكتر ما هي دلالة فعلية، يعني كون حد بيعظ الناس وبيرشدهم في هذا المكان بالذات هو مدي دفعة معنوية قوية جدا عند العاملين من مشروع قناة السويس، زائد طبعا استفسارات والأسئلة من حيث عدم تم وجود المياه في كيفية الوضوء، فكنا بنرشدهم إلى التيمم، قضية عدم التوفر للصلاة فكنا بنقول لهم صلوا في أي مكان، قضية الالتزام بجماعة معينة فكنا بنقول لا صلي فرادى، إلى هذه القضايا اللي بتشغل ذهن العاملين بالمشروع الخاصة بالعبادات. شعورك إيه وأنت بتشارك في هذا العمل الضخم؟ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وصف العمل في قناة السويس الجديدة بأنه جهاد، نوع من الجهاد، أنت شايف ده إزاي في أنت على أرض الواقع؟ والله أنا شايف ده حقيقة، يعني سواء إذا كان من القوات المسلحة أو إذا كان من الأفراد العاملين فهو بصراحة في مشقة وتعب، رقم واحد. رقم اتنين إنه عمل ما بينفعش فرد ولا بينفع جماعة ولا بينفع مؤسسة ولا بينفع مجموعة بعينها، ده بينفع بلد وبينفع أمة، ممكن أنا أسميه إن هو بيحيي أمة بيحيي بلد كمان. قليل يعني، فكونك انك تقوم على احياء وطنك ده فعلا في حقيقه الامر جهاد، هو الجهاد اصلا هو قيام احياء الوطن، لان احنا لما بنجاهد بندافع عن وطننا، ما هو حفاظا على وطننا، بنجاهد علشان خاطر وبنقاتل علشان خاطر نحافظ على بلدنا ونحافظ على حدودها ونحافظ على مكانها، هو ده حفاظ الوطن، ومن باب اولى طبعا الحفاظ على الوطن ان احنا ننمي ثرواته. كنت تتوقع حضرتك انجاز هذا المشروع وان يتحقق هذا الحلم على ارض الواقع من خلال المشهد اللي احنا شايفينه؟ لا طبعا، انا بصراحه من ضمن الناس حتى كنت بكلم اللي هو كان بيقول لي يا فندم مستحيل ان احنا نخلص المشروع ده في سنه، قال ان شاء الله عندنا عزم وعندنا قوه ان احنا نخلصه، وفعلا اثبتوا لنا بالقوه والعزم، بل في تحدي اكبر كمان من المشروع ده هي مدينه الاسماعيليه الجديده، يعني كون ان رئيس الجمهوريه يامر بانشاء مدينه الاسماعيليه الجديده في اقل من 7 8 شهور ده شيء انا شايفه مستحيل، يعني حتى هم القاده نفسهم بيقولوا احنا ما احناش متاكدين اذا كنا هننشئ المشروع دوت بالسرعه دي ولا لا، فده تحدي اخر يعني، غير طبعا بقيه التحديات، يعني غير بقيه التحديات اللي شغالين فيها الدوله دلوقتي وخاصه الجيش. يعني المصريين او الجنود الجيش خير اجناد الارض، زي ما يعني تلك الحقيقه بتترسخ في الخيريه عندنا مش جايه من دماغنا احنا، هي جايه من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لان امتثالهم للامر حب الوطن، حب الانتماء الاول والاخير طبعا ليهم، زائد ان هم بيشتغلوا ما بيشتغلوش لهدف مادي وانما بيشتغلوا لهدف معنوي قبل ما يكون مادي، رفعت بلدهم ورفعت وطنهم، فاكيد بالطبع طبعا ان انت تسال اي جندي هو واقف هنا في الخدمه هنا حاسس بالفرح وحاسس بالسعاده بان هو واقف مع طبعا مشقه عدم وجود الماء ومشقه عدم وجود طبعا الطعام بكثره زي الحياه المدنيه، وعلى ذلك هو مبسوط. رسالتك للشعب المصري من هنا من قناه السويس الجديده فهم؟ انا رسالتي من هنا بنقول للشعب المصري يكون مطمئن ونتحمل شوية إلى أن يتم هذا المشروع على خير، وإلى أن يتم المؤتمر اللي شغال الآن على خير، وإن سبحانه وتعالى يعني ربنا يجعله سبب في إعلاء مكانتنا أمام العالم، ونقول له بإذن الله تعالى المستقبل قادم بخير كله واطمئنان، ونحث على الاطمئنان بإذن الله تعالى. ورسالتك للسيد الرئيس؟ إنه يعني يسير على خطى ثابته ويتوكل على الله ونحن وراءه، وان شاء الله اذا ما توفرت النيه دائما بالاخلاص للوطن والاخلاص لديننا والاخلاص لربنا هيكون دائما مسيرنا كله بخير واطمئنان، وده اللي بنامله ان شاء الله فيه ونأملنا فيه فعلا في الخطوط قام بها فعلا والاشياء اللي بيقوم بها واللي بنشوفها، فان شاء الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يوفق مسيرته.
القادة اللي حواليه ويوفق القائمين على الأمر معاه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. وتحيا مصر إن شاء الله.